آدم عليه السلام ربي نور له على المراتب كلاه ونوح عليه السلام ينجو من الغرك ويخلق من خلفه من الأهل والأقارب كلاه إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم بذاكم حجة على عباد الأصنام والكواكب كلاه موسى عليه السلام قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب كلاه عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر بي وهو بين يدي نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي لبسته لك الوطر وتوجده بذجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس العصائب قال هو أبي استغرث من لؤي بن غالب يموت أبو وأمه ويغفر جد ثم عم شاكك وأبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه بين يديه القيامة في ظهره علامة تدل الغمامة تطيه السهائب فجري الجبين ليلي الدوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع الطباق الثاقب قدمه قبلهما البعير فعزل ما استكروا من المهان والنوائب آمن به الضب وسلامت عليه الأشجار وخاطبت الأخجار وحن إليه جذع حنين حزين نادم يداه تدهر بركتهما في المطائم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للهضمة على الدوام مراقب إن عدي يغفو ولا يعاقب وإن خوص ما يسمت ولا يجاور الملاعب فذا جلب الزمان ولا تسقها وقعد شوقيا للحي زادم فهم طربا كمحمد وإلا فإنك في طريق حبك أما هذا العقيب بدا وهادي بباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة حتى واكب على مضخير ما ركب وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فاهتزل نشد ربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمديدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفدره إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحتى بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم